يقول الأخ السائل: هل ثبت أن حمزة رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، هل ثبت أنه شرب الخمر رضي الله عنه؟ نعم ثبت ذلك، وكان هذا قبل أن تحرم الخمر، فالخمر كانت في بدايات الإسلام حلال إلى أن نزل تحريمها في سورة المائدة، كانت حلالا. قال تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ثم بعد جاء تقييد ولم يكن قطعي في التحريم: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وجاء تضييق آخر أو تنبيه على أنها ستحرم: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وبعد جاء التحريم في سورة المائدة، وهي من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم، عفوا، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فحرمت الخمر بذلك، فحمزة رضي الله عنه شرب في الوقت قبل أن تحرم الخمر، والله أعلم.